بريستون نورويتش سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي الدور الرابع، وين شنا كيفاش كانت مباراة وين نورويتش سيتي ضرب قوة في خارج ميدانه، رغم أن بريستون اللي لعب قاوم لكن بدون جدوى، خاصة في الشوط الثاني وين أراد العودة في الشوط الثاني لكن بدون جدوى، بعد ما شنا كيفاش قلص النتيجة بعد ما كانوا منهزمين ب3-0 في الشوط الأول، في الشوط الثاني مباشرة وين قلص النتيجة وين حاول باش يعدل النتيجة لكن بدون جدوى، وين شنا نورويتش سيتي اللي لعب خطه تاعو اللي مضى يلعب بها خطه 4-1-4-1، شفنا كيفاش بريستون اللي لعب بخطه نقولوا بلي دفاعيه 5-4-1 لكن بدون جدوى، شفنا كورنر من جانب بريستون، شفنا دانييلي، شفنا كيفاش جيدان ستورليك، شفنا توم كارلال، شفنا ديكلان في الحراسه، شفنا بول، شفنا دايفيد نوجانت، يعني كانت نقولوا بلي الفريق بريستون لم يستطع الوقوف امام نورويتش سيتي اللي لعب في اعلى مستوى، شنا ميكيل في الحراسه، شنا سامبريم، شنا كيفاش كريستوف، شنا جاميل، شنا مورتيز، شنا توم، شنا ماركو، شنا تواد، شنا اونيل، شنا ابراهيم امادو، شنا ادم ايدي، وين شنا ادم ايدي اللي سجل في الدقيقه الثانيه، شنا اونيل اللي كذلك في الدقيقه 28، ادم ايدي اللي يعود من بعيد ويسجل في الدقيقه 38، ادم ايدي يعود ويسجل الهدف الرابع في الدقيقه 61 عن طريق ضربه جزاء، يعني شنا هدفين من جانب بريستون في الدقيقة 48 والدقيقة 84، شنا كيفاش جونس وشنا بيليل، يعني كانت المباراة مباراة كانت شيقة، مباراة كان فيها أهداف، كان شاهدنا أهداف في الشوط الأول، أهداف في الشوط الثاني، يعني مباراة اللي نقولوا بلي مباراة نورويتش سيتي اليوم ضرب من الوهلة الأولى في الدقيقة الثانية بداية الشوط الأول في الدقيقة الثانية، وين دخل بقوة وين سجل عرف كيفاش يسجل أهداف ويلعب بارتياحية كبيرة، يعني لعب ارتياحية كبيرة، خاصة وشنا آدم إيدي، شنا إبراهيم أمادو، شنا أونيل، شنا تواد، شنا ماركو، يعني توم، نقولوا بلي هاد اللاعبين اللي عطاو ثقة للمدرب، وشنا كيفاش كانوش كاينين تغييرات، ما كانوش كاينين تغييرات في الشوط الثاني، كل فريق لعب، شنا بريستون اللي حاول باش يعود في النتيجة، حاول باش يسجل حاول، لكن بدون جدوى أمام فريق نقولوا بلي نورويتش سيتي اللي يلعب في الدور الأول، شنا كيفاش اليوم ما عطا ولا فرصة لبريستون في هذه المباراة، وين قضى عليه في الشوط الأول بثلاث أهداف، وين انتهى الشوط الأول بثلاث أهداف، يعني شنا الحاكم مارتين اللي لعب بقوة، وين كما نقولوا حنايا فيها الحكام، فيها مدربين، فيها أنصار، تشوف فيها تشوف بزاف لاعبين، تشوف بزاف أمور إيجابية في هذا الكأس الاتحاد الإنجليزي، وين الدور الرابع، يعني المباراة وشنا سيطرة من نورويتش سيتي، خاصة وين الدفاع تاع نورويتش سيتي اللي لعب متقدم وكانت سيطرة كاملة، وين بريستون لعب بالهجمات المعاكسة لكن بدون جدوى، وين تراجع الوراء وكان يحوس على المخادعة نورويتش سيتي لكن بدون جدوى، هذا هو الدور الرابع كأس الاتحاد الإنجليزي بريستون نورويتش سيتي صحيتو.